فتحنا هاي الجمعية باسم السيدات السفاريين حتى نوفر لهم فرصة عمل. يعني قريتنا بحاجة لأعمال كثيرة، ومنها يعني فيش فرص عمل عندنا للشباب ولا النساء، فبنطالب بجميع الهيئات إنها تعملنا تدعمنا وتأمن للشباب عمل يعني هيك أشياء. تم افتتاح الجمعية اليوم، نتمنى إن شاء الله إنها تقدم ونجاح دائم ومتواصل، وطلبنا عدة مشاريع سبق وناقشناها مع الأخت رجاء مثل نادي روضة، مشاريع مهمة يعني أشياء جديدة للبلد، وإن شاء الله بتم عملها بمساعدة. كان حاضر معنا الأستاذ بهجة الجيوسي والسيد رئيس المجلس عطا علي المحترمين، وبعض أعضاء مثل حابس نوفل برضو ساعد، هو ساعدنا وساهم على تقديم الأوراق وبسهولة وبسرعة فائقة، يعني أنه عملها الأستاذ حابس.